في موضوع آخر مشاهدينا، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية دشنت مجموعة روابي معرضها الخامس لاكتشاف المهن بمدارس الرياض، وقد زار المعرض أكثر من 8000 في الرياض واستفاد منها أكثر من 30000 في جميع المناطق، حيث أنه سيجوب 4 مدن رئيسية هي الرياض وجدة وتبوك والخبر، وذلك على مدى 6 أشهر، ويهدف إلى تحقيق رؤيته بأن يكون رائدا في مجال التوجيه المهني للطلاب بالمملكة العربية السعودية عبر برامجه الفاعلة التي تساعد على تنميتهم على قدراتهم. لتفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا المعرض تنضم معنا الأستاذة هناء المعيبد، مديرة المسؤولية الاجتماعية في روابي القابضة. أهلا بك أستاذة هناء معنا في مساء الوطن. بداية، لو تعرفين على أهداف هذا المعرض وما الذي حققه من نتائج أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. المعرض أطلق في عام 2011 بهدف إعطاء الشباب فرصة للتعرف على المسارات المهنية المختلفة بطريقة مبتكرة، حيث أنه وجدنا أن كثير من الأحيان طلاب المرحلة الثانوية بالذات ما عندهم فرصة للتحاور مع خبراء أو مع مستشارين مهنيين، فوجدنا أنه إذا احنا عطيناهم الفرصة بالعكس هم حابين أنهم يتعرفون أكثر عن الفرص الموجودة لهم في سوق العمل، يصير اختيارهم للتخصصات الجامعية مبني على تطلعاتهم الوظيفية المستقبلية بهدف القضاء على البطالة بطريقة مبتكرة ومن عمر مبتكر. نعم. من عمر بدري يعني. طيب كيف كانت تفاعل الطلاب المدارس من مدينة إلى مدينة أخرى؟ والله احنا يعني صار لنا 4 سنوات في المنطقة الشرقية، وهذه أول مرة نكون بالرياض. بالشرقية التفاعل جدا كبير، احنا طبعا نتعاون مع إدارة التربية والتعليم في كل منطقة، وهم يرتبون لنا جولات للطلاب إلى المعرض، فصراحة يعني الإقبال كان جدا جدا جيد في الرياض وفي الشرقية، يعني التجربة كانت مماثلة. الفترات الصباحية مخصصة لزيارات الطلاب مع المرشد الطلابي، ويتعرفون على الأقسام المختلفة، يعني في أقسام عديدة تمثل مجموعة كبيرة من المهن زي الهندسة، التصميم، التغذية، العلاج الطبيعي، فوجدنا أن الطلاب صراحة حابين يتعرفون على كل المجالات المختلفة، وإحنا نشجعهم على أنهم يتعرفون على ميولهم قبل ما أصلا يأخذون الجولة. ففي اختبار ميول مبني على 4 ألوان أساسية، والأركان موزعة حسب نتائج الطلاب. فبدأنا في جولتنا بالرياض أنه حاولنا أن كل الطلاب اللي يحضرون مع مدارسهم يأخذون الاختبار قبل ما أصلا يعني يجون عندنا بالمعرض، فجولتهم تكون أصلا مبنية على ميولهم، تطلعاتهم، قدراتهم، ونقاط الضعف والقوة اللي عندهم تكون واضحة، فجولتها تكون يعني أكثر واقعية بالنسبة للطالبة. نعم. أو للطالب. نعم أستاذة هناء، المعرض ما زال قائما في أكثر من مدينة، سؤال هل هو فعلا هل تم اكتشاف مهن معينة تفاعل معها الطلاب خاصة في القطاعات الخاصة؟ والله بصراحة احنا كون ان شريكنا الاساسي في هذه الجولة صندوق تنمية الموارد البشرية، تركيزنا على الفرص اللي موجودة في القطاع الخاص. فالمهن اللي احنا نبرزها كلها متوفرة في سوق العمل السعودي، ونستضيف خبراء من هذه المجالات يتكلمون عن تجربتهم هم الخاصة من اجل تحفيز الطلاب على حسب نفس الطريق اللي هم بدأوا فيه. وبصراحة من بدأنا المعرض احنا نقيس مثلا، نسأل الطلاب قبل ما يدخلون ايش تطلعاتهم، ايش المهن اللي هم يرغبون فيها، ونقيسها مرة ثانية بعد ما يطلعون. ومن بداية المعرض تقريبا اكثر من 80% من الطلاب يغيرون توجههم بعد جولتهم بالمعرض، بعد المناقشة، بعد التعرف على الفرص المختلفة اللي موجودة. نعم، اشكرك على كل هذه المعلومات أستاذة هناء المعيبد، مديرة المسؤولية الاجتماعية في روابي القابضة.